شو بقى بليز شو بقى؟ قطع ايده. شلون قطعت ايده؟ قال هو جيش الحر. ايه. طلب مع العالم وتوصلوا لعالم ما ادري شو هذا الحكي؟ وداعش. داعش لا ما بي. بلد داعش وجيدي عيش مع سكينة وبجيدة احكي لي قصة. وكله جيش الحر صاوب مع العالم وصاوب مع الجيش الحر والعالم كله بعيطوا معهم دوري وعم يقصوا وعم يقصوا كله صارت أرض نار. يا رب صارت أرض نار. داعش شو بتساوي؟ بتقتل. عمال لك بتقتل داعش. هنيك جيش الحر. هنيك داعش. قدام المحل.